ورجعنا لكم بسلسلة لعبة سبونج بوب، والنهاردة الحلقة التانية والحلقة الأولانية موجودة عندي في القناة. لكن قبل ما نبتدي المغامرة اللذيذة بتاعتنا هقول لكم استعدوا يا أصحابي واعملوا لي لايك وشير للفيديو لو أنت أول مرة تشرفنا على القناة وحابب إنك تنضم لقناة ميجا. كل اللي عليك إنك هتعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس وتكتب لي في التعليق صديق جديد في قناة ميجا، وأنا هرد عليك وهرحب بيك. يلا بينا نبتدي المغامرة بتاعتنا، مغامرة سبونج بوب. وطبعا كل اللي حابب يعرف قصة سبونج بوب هيخش يدور في القناة وهيلاقيها شرح قصة سبونج بوب بتفاصيلها، وشرحنا فيها النظريات وكمان شرحنا فيها شخصيات لعبة سبونج بوب المفضلة. سلطعون ده شخصية السلطعون. طبعا السلطعون بيكلم سبونج بوب دلوقتي وبيحكي له طبعا فريق سبونج بوب كله هنا موجود. بيقول له المفروض نطلع فوق. طبعا سبونج بوب قادر على المغامرة اللذيذة بتاعته. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيتم. يلا بينا نبتدي يا سبونج. ياهو بحب انا العاب المغامرات دي قوي. ايه ده ايه ده ايه ده، ده صاعق ده ولا ايه؟ كده كده احنا بعيد عنه. هو احنا كل ما نشوف حد يقف كده يتكلم معانا؟ وايه الحصان البر اللي انا راكبه ده؟ ده حصان البحر. وسع 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 يا لهوي على المغامره. اضرب اضرب اضرب. محتاجين يا جدعان نختم اللعبه ديت. طبعا انا محتاج رايكم وتعليقاتكم في الفيديو، ومحتاج كمان ان انتوا تشوفوا الفيديو لحد الاخر عشان دعمكم للفيديو هو ده اللي بيخليني استمر في تنزيل الفيديوهات على القناه. سلطعون تاني بيوقفني وبيتكلم معايا. ماشي يا استاذ سلطعون، حاضر هعمل لك كل اللي انت عايزه. المفروض اروح فوق في الجزيره دي، موضوع صعب بس يلا بينا نبتدي يا سبونج. نلم بس الكور دي. سلام على الحركات اللي احنا بنعملها. ماشي انت ماشي معايا كده في كل حته. شكلها صعبه دي. اوه 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 ده انا بنط مرتين. طب حلو خالص. اوعى تقول لي ان دي نبله المفروض ان انا اركبها وهي توديني في حته تانية. الموضوع صعب. اوه وقعت. اعيدها تاني. مش بقول لكم يا جدعان صعبه. مش اول انا سنه دي ولا ايه؟ حلو حلو. لم معانا 691. ايه ده في حد بيضربني من فوق. ماشي هطلع واشوفك دلوقتي. هو انت اللي بتضرب؟ خد دي. نلم بقى زي ما قلت لكم الحلقه الاولانيه من تختيم اللعبه موجوده في القناه. وسع وسع. ايه بقى دي؟ دي بتقل. المفروض سوسته ان انا ننط عليها. طب تعالوا نط كده يا ميجا يا جماله. خد دي كده حلوه قوي. اكسر السنه دي فيها ايه؟ خد حلوه قوي الكور دي معرفش بتاعت ايه. نط على السوسته ولم كل ده. واحده تانيه سوسته تانيه. اوه ظهرت لي ظهرت لي سوسته حلوه قوي. ماشي دمر دمر كل دولت عليا. خد خد تعالى تاني. خده خده. السلام عليك يا سبونج. لمينا الصناديق دي يا ابني، فكرتني بلعبة كراش. نروح الصناديق دي كمان زي الفل. نط كده على السوستة. طلعت لي سوستة عالية وسوستة واطية. تمام. ايه بقى المروحية ديت؟ اوه اصعب حتة دي. لازم امشي واحدة 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 على مهلك يا ميجا عشان سبونج ما يقعش. يا جماله اضرب اضرب اضرب. خدوا خدوا تعالوا صناديق. لم لعبة من العاب المغامرة سبونج بوب. ماشي جيب الصناديق كده تاني.
ماشي يا جماله، لم دي كده، ياهو. ماشي، ايه ده بقى؟ اه كده في حاجة هتظهر. ماشي، اوه ده انا راكب مروحية دي ولا ايه؟ عايزين ننزل هنا، بس دوس هنا في سوست هتظهر. اه ده في سوستتين، تلاتة طلعوا من المايه. طب زي الفل. اه مروحية بقى، عشان دي اللي هتوديني الناحية التانية بر الأمان. زي الفل، ماشي تمام. نطتين بتعلى من قدام وبتوطى تقريبا لما بدوس على كل دي سنة دي. ولع ولع الدنيا، ولع الدنيا، هات كده، لم تاني. الله الله الله، لم تاني وتالت. حلوة أوي اللعبة دي، أنا حبيت لعبة سبونج بوب. أوه صندوقين، تمام تعال. تمام حلو، نطتين، بتعلى بتعلى بسرعة 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 بسرعة. أول سوستة، تاني سوستة، السوستة الكبيرة دي، إيه ده إيه ده، دي هتوديني فين؟ أوه دي طلعتني فوق السحاب، بصوا السحابة فين؟ هي دي الجزيرة اللي كان بيتكلم عليها سلطعون إن إحنا عايزين نطلع فوق. يا ابن اللعيبة ميجا، امشي واحدة واحدة بقى عشان ما تقعش. أيوة على مهلنا، إحنا مش مستعجلين كده. يا نهار أبيض، ده طلع وحش. اوه على صدمة سبونج بوب، يضرب سبونج، يا لهوي. في حاجات بتعضني. ده بيقعد كل شوية بيطلع، ده ايه الوحش ده؟ تعالوا تعالوا تعالوا، رضيت عليه. نوصل لآخر مرحلة بس لما ندمر دول. فاضل حاجة تانية؟ السنة دي اللي ظهرت دي، المفروض أطلع ألمها؟ لا خايف، وريني. حلو قوي الشجره دي، بليت محتاجين نعمل مروحيه. ايوه على مهلنا بقى واحنا نازلين. اوه يا سبونج يا شاطر، اللي محدش قدك طبعا. سلطعون هنا بيشكرني ان انا عرفت اعدي المرحله دي واوصل للجزيره بسلام. ماشي، طلب مني شويه مهمات تانية. عنب قوي، وبعدين هو بيتكلم معايا. اه بيقول لي لازم توصل للحاجه دي. ده بص، يا نهار ابيض، ده سور بيتبني، دي جزيره جديده بتتبني. تمام، وايه القطر ده بقى؟ اركب وديني حصان البحر ده، السلام. بوب 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 بو يا ميجا، محدش قد يا جدعان. حلوة أوي دي، إيه ده إيه ده، إيه اللي ظهر ده؟ طب هنا محتاجة نط نطتين، نطتين تاني. حلو، الجزيرة حلوة، نلم كده، هات الصناديق دي نلمها، كل دي صناديق؟ زي الفل أوي، كسر كسر. زي الفل تاني، لم كده، هوب 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 هوب. لا نطينا غلط، دي ايه سوسته دي ولا ايه؟ تقريبا ندوس عليها في سوسته تتفتح صح؟ يطلع السهم بيقول لي امشي كده. اه المفروض انط على النجمه ديت. قربي قربي، حلوه قوي، اضرب اضرب، تعالوا تعالوا كائنات فضائية. تمام، ده حلو أوي الصناديق دي. عالي، أوه أوعى تقع. زي الفل، يا جماله حلو أوي، اضرب. شاف البلالين دي ما بتتاخدش ليه؟ الفرقيعة دي في حاجة فوق هنفتحها، دوس عليها. ايه ده؟ في حاجة ناقصة. اه لازم نلم الكوار دي. اه في وحش اهو، تعالوا تعالوا
حلو حلو، تعالوا. الله الله الله، ده بيعضه. تعالي تعالي بالسيف بتاعي، خد خدي، تعالي تعالي. اه يا بنت اللذينه، دي بتبخ سم، بتدوخني. وبعدين يا ميجا، وعايزين نقضي عليها بسرعه قبل ما تموتنا. حلو قوي، قضينا عليها كده، بس كده بقيت الجزيره اتفتحت، في حاجات بتظهر اهي. طب ده زي الفل، قوي قوي قوي. يلا لم بقى، لم الكور دي كلها. دي ايه الحاجات اللي هناك دي؟ دي في حاجات بتقع علينا. اه عاملين فخ كبير. دمر بقى يا ميجا بسرعة. يلا يلا، اي حد يحاربني؟ مفيش. يا نهار ابيض، ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ لا ما اتفقناش على كده، اتفقناش على كده. اضرب اضرب بسرعة، دمر. اه بتديني سم او بتدوخني مش عارف برضو. تمام. تعالى، المفروض ان احنا كده عدينا المرحلة دي صح؟ نطلع بقى لايه؟ للصناديق اللي عمالة تترمي. الشجرة بتدبل، في حاجات بتظهر، وحاجات بتتفتح لنا. المفروض ادوس هنا. السلطعون نزل لنا، السلطعون بيظهر لنا بيقول لنا بس على المهمات والتعليمات. ماشي، شكرا يا استاذ سلطعون. نطلع على الاسانسير. طلعنا يا ابني لفوق، اطلع بقى. تمام. تمام. اه وحش جديد، وحش جديد. ده في حاجات بتتحدف من فوق برضو. السم ده بيدوخني ليه؟ بص هتديني سم وبدوخ. يا نهار ابيض، تعال، ده في حاجات ورايا بس قضيت عليها. حلو قوي. الله الله، دي في حاجات بتتحدف. شو حاسب يا ميجا، هدى بس اقتله. تعال بقى، خلي بالك والنبي، الحاجات اللي بتتحدف علينا دي ما تجيش فينا. دمر دمر دمر. اوعى يا ولاد اللذينة، عايزين تموتوني؟ هتدبل وفي حاجات كتير هتظهر. ايوه جديدة. اسانسير اهو، سلم للطلوع. يلا بسرعة. عايزين نستكشف، هنعمل ايه تاني؟ ماشي. اه الحمد لله، كانت هتيجي فيا. بسرعة يا ميجا بسرعة قبل ما حاجة تنزل. استرها. طب دي لازم نمشي فيها بالراحة. طب البتاعة نازلة. اوه الحمد لله، كانت هتيجي فيا. عدي بسرعة، عدي بسرعة، عدي بسرعة، نط. تعالوا تعالوا تعالوا، لازم ادمركم كلكم. حلو قوي، لمينا 1210 كورة. هتدبل والطريقة هيفتح. تمام، اطلع يلا. ماشي، عايزين نعدي المرحلة ديت ونشوف سلطعون بعد كده هيقول لنا ايه. على فكرة يا شباب، اللعبة دي كبيرة جدا، يعني بتاخد وقت كتير قوي عشان اللعبة يعني حد يقدر يختمها. محتاجين بس نركز في التفاصيل دي، عشان لو ما ركزتش هموت. دمر الصندوقين دول زي الفل قوي. تمام، زي الفل برضه. دمر 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 دمر. الشجرة هتدبل زي الفل قوي. الجديدة هتتفتح. يلا لم الكور دي كده، خش دمر على الصناديق دي. تعالوا تعالى هموتك. اوه ده اللي انا كنت بتكلم عليه، ان هي تدوسني. تعالى محتاجين نعدي المرحلة دي بأسرع ما يمكن.
يلا صناديق. بس احنا حفظنا خط سير الكورة بس، نط نطتين والمروحة بتاعتي. اوه وحش جديد، وحش جديد، خدي اديتني برضو السم بتاعها دي. يلا يا سبونش موتها، فاضل لها اخر ضربة بس زي الفل. لمي بقى الصناديق دي كده. ايه ده ايه ده، ده انتوا صغرتوا فين؟ ايه الوحش ده؟ ايه الوحش الغريب ده؟ تعالوا تعالوا تعالوا، كل اللي يجي يديله بالسيف بتاعي. اه ظهر تاني، دي بتولد بقى، شكلها بتولد، شكلها بتولد. خد زي الفل اهي، في جزء جديد من الجزيرة اتفتح لي. يلا سلطعون فين؟ المفروض ان انا كده عديتها. اه يا نهار ابيض، ده انا نزلت تحت، في حاجة شفطتني تحت وانا اللي كنت فرحان ان انا عديتها. ايش عايزين نخلي بالنا هنا برضه، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. نط نطتين بالمروحة بتاعتنا طبعا. في كور كتير فوق، هتنزل لي اكيد. طب ايه، هقابل وحوش؟ قابلت واحد اهو بيديني تعليمات الجزيرة اللي تحت. تقريبا كده الدور سلطعون انتهى. راجل التلج، طبعا بيدي لسبونج بوب تعليمات الجزيرة اللي احنا دخلناها، الجزيرة الجديدة. احنا نزلنا القاع مش الجزيرة. ماشي شكرا، محتاجين نركز بقى عشان هنقابل كده حاجات ما يعلم بها الا ربنا. محتاجة النطتين دي. اه دوس هنا، اكيد في حاجات هتتفتح لنا ولا لسه؟ اه شكلنا هنقابل حاجات غريبة هنا، لازم اضمك الجبال دي. تمام اهو، مش بقول لكم في حاجات هتظهر؟ نهار ابيض على اللي احنا هنقابله. تعالى تعالى تعالى، خدوا خدوا، انا هقضي عليكم كلكم. هو انت برضو انت ورايا ورايا، تعالوا نفسي اعرف انتوا بتيجوا منين. تمام تمام زي الفل. ماشي يلا ودمر دولك كمان. يلا يلا يلا، يا نهار ابيض، وانا هحارب لوحدي ولا ايه؟ مفيش مساعدة. تعال خد زي الفل، تعال كمان، ودي بقى اخر واحدة، موتي بقى بس زي الفل. نطلع نطتين، تعالى المفروض انت اخر واحدة، مفيش تاني. عايزين ندوس على الزرار، كل ده لاجل الزرار. ايه ده، ده في صوصة جديدة جديدة اتفتحت زي الفل. نط كده يا جماله، عايزين نخرج من المكان ده في اسرع ما يمكن، شكله مريب. عديت لك اول حاجة اهو. في حاجة تانية اقدر اعديها لك؟ تسلم. اوه طلعنا لفوق. طبعا بيقول لك بعد ثواني فاتت ايه اللي هيحصل، طلعنا فوق. نلم بقى الحاجات بتاعتنا دي كده، كده هنضطر نقابل ايه، السلطعون صديقنا، صديقنا المفضل. تمام يلا يا رب ما نقابل وحوش. ايه ده، ايه القطر ده، هنركبه؟ اوه كل دي وحوش على القطر. يلا نركب الحصان بتاعنا بسرعة. يلا انا سبونج بوب، يلا بينا يا رب نلحق القطر، بس احنا السرعة بتاعتنا اسرع من القطر.
اجري بسرعة. اه بيعطلونا الطريق بس برضه هنوصل، بيحاولوا يعطلونا الطريق. اهو قربنا من القصر، يلا هو على اللي بيحلفوه علينا. حاسبها ميجا، حاسبها ميجا، هو ركز. تمام يكسر، بكسر اخد سبيد. يا نهار ابيض، حلو قوي الصناديق دي، والكورة دي حلو. ده لسه بيحدفوا علينا حاجات، معانا 1501. لم الصناديق دي كمان، 4 محاولات. ماشي يا رب نلحق القطر، اهم حاجة بس مفيش حاجة تقع علينا. خلي بالنا بالظبط، ايوه حلو قوي. اوه يا لهوي، ما لحقتوش الحصان بتاع النط، ما لحقوش معايا. بس انا كده عرفت الحق القطر في اخره. حلو قوي، احنا هنبتدي احلى مغامره. طلع سيفنا، دمر 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 دمر. استولته على القطر يا ولاد الذين، تعالى سلطعون. ايه ده، هو سلطعون معاهم؟ صدقش. افتح الباب. اه تعال تعال، لازم نخلي بالنا. انت عاملين حمام سباحة في القطر، قدر البضايع ده. ماشي تعال، انا اللي هيقابلني هموته. تعال يا ولاد الذين، بس نلم الصناديق بس الاول. يفتح الباب كده، عملة عملة ثالثة. دمر دمر، ملي الصناديق. ايه ده، ده في وحش بيضرب. لا ده احنا نموته الاول. تعالى وحش مدفعي. تمام، الله ده الخشب بيقع كمان. دمر دمر حاجة تانية، دمر الصناديق كده. تعال تعالوا، انا هقضي على القطر كله. اوه لازم نطتين كده. اوه كنت هقع، الحمد لله. انا كل ما بقرب من السلطعون السلطعون بيجري تقريبا. السلطعون معاهم، خيانة دي يا سلطعون. لما اوصل لك بس اتأكد من المعلومة. تعال تعال تاني، تضربني بالمدفعية اللي معاك. حلوة قوي دي، ايه ده بقى، تعال. اوه الحمد لله. دي ايه بقى الخوازيق اللي بتطلع دي؟ خلي بالكم عشان محتاجين نركز في دي، بس عشان التركيزة بتاعتها صعبة. تعالوا بقى كده، تعالوا تعالوا، انا محتاج بس ايه اخلص مهمة القطر دي. زي الفل، دمر تاني دمر تاني دمر تاني. تعالوا، كل اللي هيقابلنا هموته. تعالوا تعالوا تعالوا، لسه طب اهو فاضل لها ضربة تاني بس. ماشي القطر ده ما بيخلص اهو. السلطعون وصلنا لاخر مرحلة، والسلطعون معاهم عمال يقول لي ايه ده، انا معاكم، ده انا بساعدكم، انا مش عارف ايه. بس قبضنا على السلطعون. بفضل مين؟ سبونج بوب كلب شناه. طلع كل ده بيضحك علينا وفكرنا معاه. ايه ده، سبونج بوب خده وداه فين؟ ايه ده ايه ده، ايه الدوامه اللي سبونج بوب ماشي فيها دي؟ طب اخرتها هتودينا على فين؟ بوم، رجعناه تاني. نعمل زلزاله ولا ايه؟ على جبنا السلطعون المدينة. كنت فاكر ان انا مش عارف اجيبك السلطعون، انت بتضحك عليا كل ده. ما تحاولش تبرر، ما تحاولش تبرر يا سلطعون. ده انا حاولت كل ده علشانك. يعني انت معايا ولا مش معايا يا سلطعون دلوقتي؟ عايزين نفهم، انت بتساعدني ولا ايه معاهم؟ ولا هم قابضين عليك ولا ايه؟ بس انا حاولت اهربك من القطر. اه ازاي اسافر من عن طريق الخريطة؟ اه تقريبا كده رايحين خريطة جديدة، او جزيرة او مدينة جديدة، لاننا احنا هنسافر.
شوف دلوقتي تقريبا المهمه ديت انتهت على ما اعتقد. تقريبا كده مطالب مننا ان احنا نروح مدينه جديده او جزيره جديده نخش على المهمه الجديده. هي دلوقتي بتتكلم مع سبونج بوب بتقول له ايه اللي مطلوب منه. تمام، اعتقد ان كده المهمه انتهت لحد كده. اشوفكم في المهمه الجديده ان شاء الله. ما تنساش تدوسوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تدوسوا لايك وشير عشان الفيديوهات توصل لكل اصحابكم.